السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ فيديو النهارده مش هيبقى شرح للطريقه، ولكن احنا هنعيد الشرح تاني بدون كلام عشان خاطر اثبت للناس اللي هي شككت في الموضوع. بعض الاصدقاء او بعض المتابعين للقناه يعني بعتوا تعليقات قالوا فيها ان هم لو كنت عملت كذا كان هيحصل كذا. منهم الصديق للقناه او المتابع، الشخص ده راجل محترم وكلكم ناس محترمين وعلى عيني وعلى راسي، بس انا حبيت اثبت ان العمليه شغاله تمام ومفيش اي مشكله. الصديق ده بعت الرساله دي وانا احترمه واحترم رسالته واقدره، ولكن انا حبيت اوضح بس نقطة وعشان اوضح له الصح فين والغلط فين وان الطريقة شغالة الحمد لله. هو هنا زي ما احنا شايفين الرسالة بتاعته قدامنا وفيما مضمونها، يعني ان هو بيقول لي لو عملت 4 جيميلات ورا بعض هيطلب منك رقم التليفون. فده كان في الفيديو اللي قبل ده، يعني في الفيديو اللي قبل الاخير. فجيت في الفيديو الاخير بتاعي وعملت 4 جيميلات او 4 حسابات وما طلبش مني، وخلاص خلصنا من الموضوع ده، وقلت انا كده يعني برضي الاخ او الصديق وبعمل زي ما هو طلب. ولكن افاجأ في الفيديو الاخير اللي انا عملت فيه 4 حسابات لقيت الرسالة التانية دي زي ما احنا شايفينها، برضو صديق محترم ومتابع محترم جه قال لي برضو لو كنت عملت الحساب الخامس كان طلب منك رقم هاتف. يعني انا بصراحه احترت ومش عارف اقول ايه، يعني كنت بعمل 3 حسابات اصلا ما فيش حد بيعمل كده، كلهم بيعملوا حساب واحد يقول لك اهوت. انا كنت بعمل 3 حسابات قال لك لو عملت الرابع فانا عملت الرابع، دلوقتي نزلت الرابع قال لك لو كنت عملت الخامس كان طلب منك رقم تليفون. رديت انا عليه وقلت له سبحان الله، ولو كنت عملت الخامس كنت قلت لي لو عملت السادس كان طلب معاك رقم. وبقيت مستغرب بصراحه، فانا حبيت عشان اثبت للناس ان الطريقه شغاله والدي لتاني مره هعملها، وبرضه من على نفس الجهاز ومن غير ما اغير نسخه ومن غير ما اعمل اي حاجه عشان اوريك الطريقه شغاله وعامله ازاي. ومش هعمل حساب ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5، انا هعمل لك 10 حسابات، ودول ال10 حسابات هم اللي انا عملتهم هوريهم لك هم قبل الفيديو وتشوف انت وتحكم بنفسك. ادي ال10 حسابات وهتشوفني وانا بعملهم مع بعضنا دلوقتي، ولكن انا مش هشرح الطريقه. يا جماعه اللي عايز يعرف الطريقه بتاعت الشرح ده هتلاقيه في الفيديو اللي قبل ده، هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه في الوصف ان شاء الله. ولكن انا حبيت ارد على الناس بس اللي بتشكك، كلامهم على عيني وعلى راسي، ولكن حبيت اثبت ليهم ان الطريقه شغاله 100%. يعني تقدر تعمل كل يوم زي ما قلت لك عدد حسابات زي ما انت عايز، ولكن الشرط ان انت تكون في نفس الوقت، يعني تعمل نفس الطريقه اللي انا بعملها وفي نفس الوقت، ما تجيش بعد ما تخلص وتعمل لك 4 ولا 5 ولا 6 وترجع بعد نص ساعه عايز تعمل تاني، لا ما ينفعش، لازم يعدي عليك فتره، يعني تاني يوم على الاقل. وخلينا نخش ونشوف انا عملت ايه وعملت ال10 حسابات ازاي، واشوفكم في نهايه. Thank you.
وزي ما شفنا مع بعضنا يا شباب، تم عمل 10 حسابات من غير اي مشاكل خالص، ولا طلب مني رقم تليفون ولا طلب مني اي حاجه، وعملناهم بكل سهوله. وانا عرضي للتعليقات بتاع الاخوه على الشاشه كده مش اني اقلل منهم او حاجه، ولكن حبيت اثبت ان الفيديوهات بتاعتي الحمد لله يعني ما بحاولش اغش حد، وبعمل اللي انا شايفه بما يرضي الله. وبشكر دايما الناس اللي هم بصراحه بيفاجئوني بالدعم بتاعهم في تعليقاتهم، ناس محترمه جدا وكلكم محترمين، ولكن الناس دي بصراحه تعليقاتهم رائعه جدا، وانا ان شاء الله لازم ارفع تعليقاتهم على القناه هنا عشان تشوفوا الناس دي قد ايه قمه في الذوق وفي الادب وفي الاحترام، وبيرفعوا من معنويات الواحد كده بصراحه. بقى انا بشكركم شكرا جزيلا، وربنا يعني يجعلني عند حسن ظنكم واقدم لكم كل اللي انتم محتاجينه او عايزين تشوفوه. وكده كان اخر الشرح، كان معاكم مجدي مندور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.